عشاق السينما في كل مكان، تحياتي لكم من اسطنبول العشق. بعد كورونا كثير شغلات تغيرت، ولكن الاهم يا جماعه انه الحياه عادت الى اسطنبول. راح تشوفوا كيف انه الحياه والناس رجعت والشوارع ازدحمت، وحتى وسائل الصوت يعني اللي بنحكي عنها الترام والباص، الناس فوق بعضها. اي نعم في كمامات، بس في مفاجآت كثير، ومنها انه اسعار تركيا ولعت. راح تشوفوا اسعار يعني صراحه شيء ما كنت اتوقع هيك توصل، ولكن هي الطبيعه حاليا، وخاصه لما بنعرف انه اكيد الدولار صار حوالي 8 ليرات ونص 9 ليرات تقريبا، فبالتالي راح تشوفوا فرق بالاسعار. حورجيكم اياها هلا، حنروح على واحد من الاسواق، راح نروح حتى كمان على الكافيهات تشوفوها عشان تكون عندكم صوره عن يعني الاسعار كيف صارت لما تيجوا ان شاء الله على اسطنبول، تستمتعوا باحلى اجواء خاصه مع هيك اطلالات ساحره ورائعه وجميله. بنفس الوقت صراحة الأجواء رائعة، أي نعم بالظل فقط، تحت الشمس حتنشوه شوي. أسعار المواصلات تغيرت، صار الكرت المواصلات 10 ليرات، سعر ركوب المواصلات حوالي 3.5 ليرة، سعر ركوب المتروبوس 5.20 ليرة، لتر البنزين أو الديزل صار 7.77 ليرة. طبعا هي كلها تغييرات صارت خلال الفترة الماضية وبشكل سريع جدا، ولا تعرفوا كيف التغييرات عم تصير. مشاكل العاصفة هلا بتعزف هون جوا الباص، ما شاء الله الدنيا زحمة، ولا تباعد ولا حتى بدهم يحزنوا ابدا. فزحام شديد، ما شفته تقريبا. نقدر نقول انه يعني المواصلات العامة بنص كورونا وبالصيف وحرارة عالية وشوب، جحيم جحيم فعلا جحيم، دنيا زحمة في كل مكان، والله يلطف. هلا انا هون تقريبا من داخل مترو اللي هو T1 رايح باتجاه الفاتح، ومثل ما شفتوا شلون عم بورجيكم كيف الحياه، طبيعه الناس، يعني كل شيء رجع تقريبا. الزحمه تبعت المترو والترامات والشغله كلها موجوده، حركه الشوارع رجعت بشكل كامل، لانه اخر شيء من بدء من 1/7 تم رفع كافه الحدود بعد كورونا. وهي كمان هون نحن عم بورجيكم بس الطريق شلون، يعني وهي المترو بالكامل، ترام، كيف الكمامات إجبارية طبعاً. هذا الشيء تعرفوه لأنه في عليها غرامة حوالي 900 ليرة إذا الشرطي شافك وأنت مالك لابس كمامة. أي نعم في تساهل في هذا الموضوع، ولكن صراحةً الذي يعني واحد لازم نقول عليه إنه أثناء ركوب المتروبوس أو المترو أو الترام كل الناس لابسين كمامات. هون هلا بعد ما وصلنا على وجهتنا على الفندق اللي زاده رح ننزل هلا، وهي هون كمان نقل حي، ونقدر نقول لطبيعة الحياة شلون صارت. مثل ما شايفين الشمس صراحة قوية، ولكن مثل ما حكينا قبل تحت الظل بتكون الدنيا حلوة، تحت الشمس بتكون الشمس حارقة خاصة وقت الظهر، وبخف طبعا مع الوقت، ولكن يعني هاي هي الحياة هون، هاي هي ميزاتها، وهي هي مثل ما شايفين الناس رجعت بشكل كامل، وهالتفاعل وهالحياة كلها، روح الحياة كلها رجعت لإسطنبول، وكله عايش حياته بوجود الكمامات. أكيد المدينة المجنونة. هذا هو شارع وطن باتجاه الفاتح، والحياة عادت، والطلعة العجيبة هي معروفة،
لكن انتم شايفين الحياة موجودة بقوة. نحن بوسط الأسبوع على فكرة. اسطنبول لا تنام فعلا. كورونا ما كورونا الجماعة خلي ولي. على قد ما هو الجو شوب ولكن بس تكون بالظل درجة الحرارة بتصير حوالي 23. الهواء عم يضرب ضرب يعني بصراحة الجو تحت الظل رائع، بس تيجي تحت الشمس لتكره حياتك. عشان هيك تشرب مي على طول لازم، يعني كل ساعة ساعتين تاخذ لك غبة مي وحتى يكون معك أنينة تشتريها وترتاح. أحسن ما حدا يرميها هلا. هلا هون نحن وصلنا على الفاتح، هاي هون مسجد الفاتح المأدنة. هلا نحن هون في شارع فوزي باشا، هذا الشارع حنعمل عنه فيديو خاص على ملابس المحجبات هون، ولكن أنا حبيت أورجيكم شلون إنه الدنيا رجعت والعالم ما شاء الله تبارك الرحمن بكل مكان، والأسعار ارتفعت. هاي هو مدخل الجامع كمان، فبتقدر تقول الحياة طبيعية اللهم مع وجود الكمامات. حتى كمان الأراجيل موجودة، وهي هون مع أحلى إطلالة موجودة على وين؟ على مسجد الفاتح. مين وين؟ من شارع الفاتح وشارع فوزي باشا ومنطقة الفاتح كلها. قول هالإطلالة هي كلها هون شلون؟ فمن كل الحياة رجعت، يعني الحياة رجعت، بس كمان الأسعار ارتفعت. والله حورجيكم كيف الأسعار كمان ارتفعت بالكافيهات بالمطاعم وهالشغلات كلها. هاي هون هلا وصلنا على الفاتح، مسجد الفاتح. شوف القطط شلون. يا سلام يا سلام. شوفوا شلون الزلمة قاعد على العشب وأحلى حياة، عم بسمع هالصوت ومسلطن. هون سوق الفاتح، هلا حندخل عليه. شو شايفين؟ كمامات ضرورية. أكيد ما حتدخل وتجي على الفاتح إلا ما تدخل على هذا الجامع الرهيب، واحد من أشهر جوامع اسطنبول. هون تحط الحذاء تبعك. استمتع بالأجواء الرهيبة من كمان من نقدر نقول الطمأنينة والراحة بنفس الوقت البرودة، مع إنه ما في مكيفات، بس طبعاً لأنه نظام القبب اللي فوق يعتبر نظام تكييف قديم. فمثل ما شايفين ما شاء الله، يعني هذا الجامع بضل مميز بين كل جوامع اسطنبول. إله هيك جو الخاص، مع إنه يعني نحن نعرف معظم جوامع اسطنبول بتكون متشابهة مع بعض، ولكن هذا الجامع بشكل خاص إله وضعه بشكل مختلف.
حتى هون هي حلقة ذكر كمان. ما شاء الله. تيجي هيك تقعد لك شوي بتصلي لك ركعتين وبتكمل، هاي الناس عم بتصلي جماعة كمان، أجواء رهيبة جدا. هاي هون بعد دخلنا على سوق الفاتح، شوفوا كيف الحياة شغالة وكيف الناس، ويا ويلي ويلا. شو سعر الكنافة؟ شو سعر الكنافة باشا؟ صحن بخمس ليرات؟ والله العظيم شي يا بلاش. تعالوا نشوف. يا سلام يا سلام. يعني لحد الآن شفنا الكنافة محافظة على سعرها، 5 ليرات شيء ظريف صراحة. هاي هون أسعار اللحمة. أربعين وخمسة وعشرين، 60 ليرة الكيلو. كم كان اللحمة قبل؟ كم كان كيلو اللحمة قبل؟ يعني حوالي زيادة 25%. طبعا نحن هذا هو سوق الفاتح، يعتبر من الأسواق الرخيصة في اسطنبول، وهو اللي صورت فيه أرخص أسواق اسطنبول أيام التسوق الرخيص. فهلا حنشوف هون هاي التين وهالشغلات هاي كلها. والله في تمر ب15 ليرة، الجوز ب35، الجوز ب80 ليرة، كان أرخص من هيك. تين 60 45 70، هذا كان مشي سنتين ثلاث تقريبا، كان حوالي 40 30 و25 هيك شيء. هاي المكسرات، اللوز ب80، شاورما. شو سعر الشاورما باشا؟ 9 ليرات. 1 يورو. 1 يورو؟ لا لا خاف من الشهرة. طبعا هي كانت حقها حوالي، الشاورما كان حقها الرينج تبعها من 5 ل 6 ليرات، المكان هذا 7 ليرات، الان ب9. مثل ما قلت لكم الزلمة هو 1 يورو. فملاحظين في فرق بالاسعار عم بتصير. العسل. نكدر. وزبش. كيلوغرام. 35. وزبش. والله يعني لسه في بعض الشغلات محافظة على حالها يعني. هاي هون نقدر نقول كمان طبعا 75 قرش البيضة الوحدة، الصحن بحوالي 22 و25 ليرة، كان حوالي من 15 ل 20. هاي هي الان اجواء تقريبا من الفاتح. وهي كمان هون
السلام عليكم. شو اسعار المناقيش؟ 3 3.5 و 4 3 3.5 و 4 يا لطيف. ايش في؟ حلو يعني لسه مقبوله. كانت ارخص من هيك، كانت ب 2.5 تقريبا. شوفولي الحياة شلون، لكن تحس الدنيا رجعت وأحلى عالم والحياة تعود فعلا. بلش الناس كمان السياح يجوا، فاسطنبول العشق بتضل اسطنبول العشق عمي. السلام عليكم. كم سعر الفلافل؟ سعر الفلافل كم؟ الله يعطيك العافية. الفلافل صارت بسعر الشاورما. وهون بقى هلأ بدنا نقعدنا على شيء قهوة من هدول الجانبيات لنستمتع بالكنافة اللي اشتريناها. شرفوا، أهلا وسهلا فيكم. يا حي الله. لك الله وحييك. أهلا وسهلا فيكم عمي. الله يكرمك. سوريا، كلاس غربية، شرقية، عربية، شاورما. أه. يا ميت أهلا وسهلا. حي الله، تفضلوا. هلا والله. حي الله. لعيونك والآخر بيحييك. الله يحييك. أنا ستيك يناديك. لك يخلي لي عينك على راسي. ميت أهلا وسهلا. هي أسعار الوجبات 22. كانت تقريبا أبلغ حوالي 25%. 16 22 والسندويشات هون. اخيرا بعد طول انتظار وصلنا لمحل الشاي. هاي هيك الاستكانة الشاي حق ذهب باسطنبول. كنافة اللي جبناها بالشوي وهذا الشاي هون وهي المي. هيك بقى بيكون انت نهيت يعني جولتك الفاتح على هيك قاعدة على الرصيف. يا ويلي ويلي. مثل ما شفتوا كيف الاسعار تقريبا زايدة حوالي 30-50%. يعني مثلا المي اللي هي النص لتر كان حق ليرة، صار ليرة ونص حتى وين في السوبر ماركت. الشاي كان حقه ليرة، ليرة ونص، الآن ليرتين، ليرتين ونص. فمثل ما شايفين صارت الزيادة تقريبا من 30-50% بالأسعار حسب النوع البضاعة على حسب المكان. ولكن بدك تتوقع حوالي 30% أو 50% زيادة في أسعار طبعا بالنسبة للليرة التركي. هاي نقطة مهمة جدا حبيت أحكي عنها. في دول كتير مثل دول الخليج أسعارها مربوطة بالدولار. الدولار الآن 8.8، قبل كان حوالي 6. فبالتالي فرق السعر نسبيا ما راح يفرق مع اي حدا دولته تحسنت عملتها او مربوطه بالدولار او باليورو. بينما الدول الثانيه اللي مو مربوطه لا بالدولار ولا باليورو حيروح لاقوا فعلا في فرق بالاسعار، لانه مثل ما حكينا يعني اقل شيء صار 30% زياده بالاسعار. فهذا الشيء يعني ممكن تحطه في بالك، بدك تقيس هذا الشيء على كل شيء بعدين. يعني مثلا حتى تذاكر المتاحف كانت 70 و80، هلا صارت 100 150 حسب المتحف. ممكن يكون اكثر اذا مثلا توب كابي مثلا بدك تاخذ الحريم، بدك تاخذ المتحف، يمكن 150-200 اقل شيء. فهذا الشيء تحطه بالاعتبار. ولكن بتضل اسطنبول العشق، وهاي الاجواء ما بتلاقيها غير باسطنبول. نشوفكم على خير يا اجمل متابعين في التاريخ المعاصر كلهم.